المحاولة في منطقة الجزاء. سياحو ماتياس دليخت، دليخت يسجل، يضع كرة في الشباك بعد توتنهام في منطقة الجزاء. سون يضرب القائم الأيمن، فرام تاتيتش يتقدم إلى المنطقة السديدة. يا الله يا الله يا الله، حكيم زياش يضرب موعدا مع العربي المصري صلاح في المباراة النهائية ويسجل الهدف. قدمت عادة الكرة بعد ذلك أمامية في منطقة الجزاء. أنانا أنانا في المكان المناسب، هذا في محاولة تصل إلى كيليالي، يتقدم البرازيل. مورا 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 يفتح باب الكباك البرازيلي، ومن على شواطئ الكوبا كمانا يضرب فيها بالسداد. لا زالت لا 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 لا. مورا من جديد، مورا من جديد، البرازيلي مرة أخرى، أي روح تعود. محاولة للسياج، تسديدة للسياج. كلما كانت الثقة موجودة، كلما كان على قدر الثقة سياج. سياج لا 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 إلى خارج أرضية الملعب الكرة المافية خطيرة جدا، اضطر إلى أن يعود. محاولة مستمرة وراسية تأتي والكرة بعد ذلك. البنية الجسمانية ماتياس دليخت، الكرة لمحاولة تأتي والرمزة راسية من يوم انتقال. وصلت إلى الكوري سون، سون في منطقة الجزاء، سون يسدد، لا يبعد الخطر في اللقطة الماضية، ينطلق الآن، لا زالت مستمرة، سون في منطقة الجزاء، سون يسدد، 20 سنة، كرة لمحاولة تصل الآن في منطقة الجزاء.